أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونستعرض وإياكم الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة، طقس متقلب بين الغائم جزئي والغالبا غائم. درجة الحرارة تكون 14 درجة مئوية، الملموسة 14، الرطوبة مرتفعة 97%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 17 إلى 8، جرش 17 إلى 9، المفرق 16 إلى 7، وعجلون 14 إلى 5. المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان، فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 14 إلى 8، الزرقاء 16 إلى 7، البلقاء 16 إلى 9، مأدبة 14 إلى 7، البحر الميت 20 إلى 13. المنطقة الجنوبية أيضا أجواء باردة، الكرك 11 إلى 5، طفيلة 11 إلى 8، الشوبك 11 إلى 6، معان 14 إلى 6، والعقبة 21 إلى 14. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 17 إلى 9، الصفاوي 16 إلى 7، ورويش الطقس غائم جزئي 14 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.